السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد من شروحاتنا على قناتكم. مواصل في دروس الأدسنس أو البلوجر، في دورة البلوجر. لاحظوا قد تأتيكم هذا الرسالة: الأرباح معرضة للخطر، أنت بحاجة لإصلاح بعض مشاكل ملف الHTXT لتجنب خسائر كبيرة في أرباحك. أنقر فقط على كلمة إصلاح. الآن سوف يأخذك إلى هذا الموقع، تجد هذه الرسالة هنا: أنشئ ملف HTXT. ماذا تفعل؟ تذهب، يمكنك الاطلاع على الدليل. هذا هو الدليل كيف تضيف ملف HTXT خطوة بخطوة. تنقر على إصلاح الآن، ثم موقع، ثم إنشاء ملف HTXT. أنقر على تنزيل، ثم تنزل ملف HTXT تلقائيا. نحن نذهب إلى هنا، لاحظ هنا كلمة تنزيل، تقوم بالنقر هنا. هذا هو ملف HTXT تم تنزيله. تقوم بفتح الملف. ماذا سوف نجد فيه؟ هذا هو ملف HTXT. هنا البيب، هنا البيب، وهنا الديركشن. أين سوف نقوم بوضع هذا السطر؟ تنزل إلى الأسفل، نعود إلى الدليل. يقول لك انقر تنزيل ملف HTXT، ثم اختار ان تستخدم شبكة المواقع الإعلانية اخرى. لا تنسى اضافة تلك الشبكة الى في حال وجود شبكة اخرى بطبيعة الحال. ثم تحميل ملف HTXT. نذهب الى مدونة بلوجر. نذهب الى الاسفل الى الاعدادات. تنزل إلى الأسفل، العلامات الوصفية، أو لاحظ هنا روبوت XT في ما في هذا المكان، روبوت XT أو أسفله. لاحظ هنا تحقيق الربح وتفعيل محتوى ملف HTXT. هنا في مجال تحقيق الربح، تفعيل محتوى الملف HTXT. تنقر هنا، تقوم بتفعيل هذا المكان، ثم تقوم بنقر ملف HTXT المخصص هنا في الملف HTXT. نأتي إلى هنا ونعمل كوبي لهذا السطر، كوبي لهذا السطر، وهنا تعمل كولي، ثم تنقر على حفظ. بهذا نكون قد أضفنا ملف HTXT. نرجع إلى الأدسنس، تعمل فقط ريفريش. سوف تختفي تلك الرسالة، حتى وإن لم تختفي فسوف تختفي مع بمجرد الاكتشاف حوالي 6 أيام. سوف تختفي هذه الرسالة حوالي 6 أيام. طيب نرجع إلى هنا، معذرة، نرجع إلى الدليل الخاص بنا. ماذا يقول لك؟ إذا كيف تعرف بأن هذا الملف قد نجح أو لا؟ يعني تأخذ هذا الرابط، تأخذ هذا الرابط فقط، عنوان المدونة الخاص بك، تضيف له HTXT ليظهر الملف بنجاح. نأتي إلى هنا، هذا هو رابط الموقع، نضيف له فقط HTXT وننقر أنتر. لاحظ هذا هو نفس السطر الذي ظهر لنا والذي وضعناه هنا كما تشاهدون هنا. تمت العملية بنجاح. السطر هذا فيما يخص الأدسنس، هذه الرسالة سوف تختفي بعد يوم أو يومين بمجرد أن يكتشف الروبوت بأننا قد وضعنا ملف HTXT في الموقع. سوف يتم وضعه أو نزع هذه الرسالة. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح، انتظرونا في الشرح القادمة.
لا تنسوا بالنقر سبسكرايب قناة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.